من أشهر البرامج التلفزيونية في أمريكا برنامج يسمى أنت لست الأب تقوم امرأة بدعوة رجال زنت معهم ليخضعوا لفحص الحمض الوراثي الدي ان لتعرف من هو والد طفلها من أغرب الحالات في البرنامج امرأة دعت أكثر من 18 رجل للبرنامج ممن زنت معهم خضعوا جميعا للتحليل لتتعرف على والد طفلها بكاروة لتأتي نتيجة التحليل سلبية للجميع لم يكن أي منهم والد طفلها البرنامج قدم أيضا أزواج دعوا زوجاتهم حتى يتأكدوا من نسب أطفالهم كانت النتيجة كثير من الحالات سلبية أيضا بالتالي أن أبنائهم في الحقيقة أبناء رجال آخرين زنت معهم نساؤهم البرنامج يُعرض منذ سنة 1991 جاوز 3500 حلقة يظهر مدى الانحلال الأخلاقي وضياع الأنساب اللي بيعاني منه المجتمع الغربي أبناء الزنا بلغت نسبهم في فرنسا 60% بلغاريا 59 السويد 55 الدنمارك 54 البرتغال 53 في هولندا 50% هاي الدول هي اللي بتيجي تحارب نظام الأسرة عند المسلمين عبر انفاق الملايين للمنظمات النسوية ومنظمات حقوق المرأة تحت ستار الدعوات للحرية الشخصية شفتوا الحرية لوين وصلتهم شوفوا ما أرقى الإسلام عندنا حكم شرعي واحد وهو تحريم الزنا خلى كل واحد فينا يعرف مين أبوه إذ ينسب الطفل لفراش الزوجية بالعقد الصحيح بينما هم إنهم كالأنعام بل أضل سبيله إلى اللقاء